وش رسالتك اليوم للي يعملون في الإعلام أو أي إعلام غير سعودي مثلا، ولهم مواقف تتناغم مع هذا الإعلام؟ والله أنا بيني وبينك أشفق عليهم، لأنه اللي ما عنده وطن ما عنده شيء. هذا هنا يصير فراغ، يعني ما عنده، ما الوطن كل شيء، حتى لو عانيت منه. عانيتي من هذا الموضوع انه انت تاخذين مواقف مع وطنك؟ عانيتي داخل الاذاعه، داخل لا لا، مو يعني ما أقدر أقول معاناة. أعرف إنه هم هذا رأيهم، أوكي أنا مش منهم، أوكي، بس الحقيقة هو توفيق من ربنا. يعني أنا نجاحي هو اللي فرضني، لأنه هم عندهم مراسلين في كل مكان وبيقولوا لهم مين ناجح ومين مسموع مين مو مسموع. فنجاحي فرضني، يعني هذا من عند ربنا الحمد لله، مش أنا، مش مجهودي، بس هي كده ربنا إرادة.